أتمنى أنك أنت الهادي الحكيم. أحبتي في الله، في هذه الحلقة ودائما مع حلقات الويندوز وإصلاح الويندوز، سنتعرف على أمر من أوامر الويندوز نستطيع بإصلاح أو إزالة الفيروسات من على جهازنا، وأمر بسيط. إذا تابعوا معي أحبتي في الله الشرح. إذا نذهب إلى مني ديماري، ثم نكتب الأمر MRT، ثم نضغط أوكي. إذا ننتظر أحبتي في الله، ننتظر قليلا حتى تفتح النافذة. إذا نضغط سويفون، ثم نختار هذا الاختيار أناليز رابيد أو الفحص السريع، ثم نضغط سويفون. إذا ننتظر قليلا، الفحص يتطلب بعض الوقت. إذا أحبتي في الله، ما عليكم إلا الانتظار حتى يكتمل الفحص. إذا بعد الفحص نضغط تيرميني. إذا أنا سأوقف تسجيل حتى يكتمل الفحص، ثم نتابع الشرح. ننتظر قليلا أحبتي في الله. مدة الفحص قد تطول أو تقصر حسب عدد البرامج التي نصبتها في جهازك. إذا قد اكتمل الفحص ويخبرنا على أنه ليس هناك أي فيروس في الجهاز. إذا كان هناك فيروس سيخبرك بأنه قد أزال هذا الفيروس، ويخبرك بعدد الفيروسات التي أصيب بها جهازك. إذا ما علينا إلا أن نضغط على تيرميني، وبهذا نكون قد أزلنا فيروسات من جهازنا. السلام عليكم ورحمة الله.